من السنن في الطعام ان يترك حتى يذهب فوره ثم يؤكل وكانت اسماء رضي الله عنها اذا ثردت صنعت سريدا تغطيه حتى يذهب بخاره وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اعظم بركه وبعض الناس اذا فار مثل البخار لابد ان تتركه حتى تذهب فورته ثم تتحدث معه لتستمتع به